السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتضى منصور يكشف تفاصيل منعه من السفر وإنقاذه من الموت، ويؤكد الحرب على الزمالك من كل ناحية، ولو أعدموني مش هعتذر للخطيب. وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسائل داعمة ليوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد تعادل الزمالك مع إنبي بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: بسأل جمهور الزمالك العظيم، انت عاوزيني اتدخل ولا ما اتدخلش؟ لا مش هتدخل، وهفضل ورا فيريرا اعظم مدير فني دخل مصر. مش فيريرا ده لما جه اول مرة اتعادل مع إنبي في اول ماتش واخد الدوري بعده، وتاني مرة لما جه خسر من إنبي وخد الدوري برضو. أضاف مرتضى منصور: بتقولي كبر وخرف، فوقه، انتوا عاوزين تعملوا فيه زي محمود علاء وتمشوا ورا الجمهور الأهلي وتقولي القضية ممكن، مش كان زمان وساند مع الونش دلوقت؟ فريرة مكمل والدوري لسه طويل، جاي تقولي أمشيه عشان إيه؟ الراجل في نص موسم جاب دوري وكاس ولسه مكملين التعاقد معاه. ووصل مرتضى منصور الجول في السوبر، جه من كرة طايشة وبتحصل لكل اللعيبة، مش معلول ادى الكرة لشيكابالا نجيبها جول، لكن ازاي؟ لازم الوردي يتقتل. الاصابات في الزمالك مش طبيعية، مش عبد الغني اتصاب وخرج وبعدين انبي دخل جول، ما هو الحرب على الزمالك من كل ناحية. وعن مشاكله مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قال: مين الخطيب؟ ما تكلمنيش عن واحد عمره ما مد إيده للروح الرياضية، ولو أعدموني مش هعتذر للخطيب، بل بالعكس هناخد حقنا بالقانون. فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل أثناء تواجده ضيفا على قناة نادي الزمالك. وقال مرتضى منصور إنه اجتمع مع بعض المسؤولين في الدولة قبل سفر الباسه إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر، ليتم إخباره بأنه ممنوع من السفر بسبب الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهر دعوى سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي. وأكد رئيس الزمالك أن الخبر وقع عليه كالصاعقة، خاصة أن الجميع يعلم براءته، ورغم ذلك يحترم أحكام القضاء ولن يعلق عليها. وقال مرتضى منصور بحزن: تلقيت الطعنة في صدري، وأن هذا الخبر تسبب في توتر الفريق قبل لقاء السوبر، الأمر الذي أدى لخسارتنا المباراة، بجانب إصرار المسؤولين عن التنظيم على لعب المباراة في استاد هزاع بن زايد الذي خسرنا عليه من قبل. وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تعرض لوعكة صحية كبيرة عقب قرار تجميد مجلسه في أبريل 2021 كادت تؤدي إلى موته لولا إنقاذه من قبل طبيبه المعالج الدكتور طارق مرسي. وقال رئيس نادي الزمالك أنه لم يكن مصابا بالسكر الذي أصيب به عقب تجميد مجلسه بدون سند قانوني، الأمر الذي جعل قضاء مصر الشامخ يعيد الحقوق لنا مرة أخرى بالعودة لنادينا. وأشار: رغم كل ما يحدث، لو أعدموني لن أعتذر للخطيب ولن أضع يدي في يد رجل رفض من قبل تحية الروح الرياضية والآن يطلبها. وأضاف أنه عانى من المرض مرة أخرى عقب تلقي طعنة بمنعه من السفر مرة أخرى. عقب تلقيه طعنة بمنعه من السفر إلى الإمارات لمرافقة باسة الزمالك في لقاء السوبر، ومنعه طبيبه المعالج من مغادرة السرير. وخالف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعليمات طبيبه، وأصر على الظهور في قناة الزمالك الفضائية وفاء بوعده مع الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية للدفاع عن حقوقهم بسبب حجز ممدوح عباس على أرصدته في البنوك.